استفادينا من هذا هذه القصة؟ إنه إحنا أهملنا تاريخنا، وإحنا لدينا أصحاب رؤوس أموال ليس في العراق فقط، في كل الدول، إنه صاحب رأس المال غير مبدع. يعني ممكن يروح يشتري لوحة، أنا مليونير أروح أشتري لوحة وما أفهم إيش هاي اللوحة، بس لكي يقال إنه عند هذا الشخص، هذا الشخص مليونير أو ملياردير عنده لوحة فنية أو عنده عمل فني أو عنده كذا. صاحب أكبر مصنع للقطن في العالم ألماني، لكن يحب الفن والعلوم والفنون وغيره. قبل 130 سنة لما يقول واحد أنت صاحب أكبر مصنع قطن في العالم، أنت ما لك مال الآثار، يقول لك لا، احنا عندنا نبني أكبر متحف في أوروبا وعليه احنا نريد نعبيه بالآثار. راح بعت واحد متخصص، كالدوايل هو اسمه، الكالدوايل أيضا احتاج واحد فنان معه، لكن هذا الفنان فطري ما عنده أي خلفية عن الآثار، هو علمه شلون ينقب وبعثوا الآشور واستطاعوا أن يعيدون ترتيب البوابة حسب ما تشوفوا. فإذا احنا أصحاب رؤوس الأموال يجب أن يكون أنه صحيح متحضرين ومتطورين. أقول لكم شلون يفكرون جماعتنا لما يشوف واحد مبدع، قبل ما يفكر أنه شلون يستغل إبداعه ويفتح أمامه مجال أن يصنع ويبتكر ويشجع ويطور إلى آخره، لا، ويفكر شلون راح يستغله وشلون راح يستغله وبعدين يقوله باي باي. يعني ما يفكر أنه هذا مبدع المفروض آخذه وأفسح له المجال وأشوف شي يحتاج أن أفد له هذه الحاجيات وبعدين راح أظل أستفاد منه سنة بعد سنة، هو لا يفكر شلون يحكمه وشلون يسيطر عليه. أحدهم في خان خليلي، فكان رجل أنا يعني أبتسم وأعتبره يعني هو يعني على قده، يعني تاجر لوحات، يجي عاوز من عندي لوحات أورينتر، رسم الواقعي، فالرسم الواقعي صعب، لا بك ترسم لي واقعي، أقول أي حاضر، مقاس اللوحة التفاصيل بيها، يعني كم شخصية بيها، بعض اللوحات المستشرقين تصل إلى 40 و50 شخصية فيجر في اللوحة الواحدة، كأنه صورة ملونة. فظل يحاول معي هذا الرجل، مع العلم أنا كان وضعي جدا سيء أول ما أجينا لمصر. بعد مرور سنة شافني أروح للمنطقة الحسين، كنا نبعد بالمقهى أنا وأصدقاء مصريين، فقال لي إزيك أستاذ عياد، قال لي أنت ليه ما بترسم لي، مش عاوز ترسم لي؟ قلت له أنا أرسم لك، أحب أرسم لك، ليش لا؟ أتشرف بيك، بس أنت ما تقدر على الأسعار بتاعك. ليه هو إحنا أحسن لوحة يرسمونا إياها ب300؟ قلت له إيه، فيه ب100 و150. نظرة الإنسان إنه هذا الشخص اللي في خان الخليلي وقف لي أمام أصدقائي وقال لي، هو مسكين هو محترم يعني، هذا هو إحنا لما ننتقد شيء ما ننتقد أخلاق، لا هو إنسان محترم، لكن فكره كده يعني. قال لي يا أستاذ إياد، هو أنت هتستمر كده أمورك كويسة؟ مسيرك تقع وتجي لي تطلب مني أن أعطيك لوحة ترسمها. فمن 2007 و2008 إلى الآن 2022، لو سنوياً راسم له لوحة، كم لوحة حايف؟ كل لوحة اللي أرسمها بتجيب له مبلغ وقدره، لأنه التقليد، خاصة إذا طلب تقليد، التقليد أخو الأصل، وأنا أكتب اسمي عليها على الظهر، حتى أقول أكتب تقليد هذه حتى لا تباع أنه هي أصلية. فالتفكير محدود عند جماعتنا، ولحد الآن على فكرة أنا عندي أصدقاء لحد الآن يشوف يعرف، أنا أعرف أشياء كثيرة تصميم، أحدهم دكتور عراقي، نسوي معرض الخيول العربية ونعرضها على ناس يحبون الخيول العربية وهذه، مش مشكلة مش غلط. قلت له بس أنا أخذ، أنا ما يهمني المعرض، هو يريد يسويها برأسي وبعدين يسوي معرض وهو يجهز بس المكان المعرض، وإذا انباعت انباعت، ما انباعتها طيب، وأنا الرسم بتاع يعني على فكرة يعني اللوحة تطول عندي شهرين وثلاثة، يعني هذا يحتاج سنتين أو 3 سنوات حتى أقدر أنجز 20 لوحة مثلا. فالموضوع أخواني، الموضوع العيب في التفكير، يعني التفكير في العمل والتجارة. منها القصة نتعلم منها أنك
لو كنت صاحب رأس مال أو مستثمر أو غيره لازم تعرف لما يصير عندك فائض أموال استثمرها في أشياء أخرى تفيد الناس، تاريخ الناس، تاريخ بلدك، تاريخه، بدل ما أنا أجيب أجانب هم هو أهل الحضارة مش هم. يجب أن تصير إيجابي ويعطي كل شيء حقه، وهذا احنا بالدين الإسلامي يعني عندنا انه لازم تعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. كيف تستغل؟ انا اعرف دكتور رحمة الله عليه من بيت الصفار، دكتور استاذ في الاقتصاد، قدم دراسة في احد الكيانات العربية، سرقوه منه دراسة كاملة عن الاقتصاد، سرقوها منه وخلاص روح. لو اشوفكم مش عندي من لوحات وعندي كانفيس وعندي كل الأشياء، لكن ما عندي احترم شغلتي الرسم. حشوفكم اسد بابل شلون سويتها من الكرتون والفلين، وارجو ان تنال اعجابكم هذه الحلقه، وتحياتي لكم، مع السلامه.